وللحديث عن الموضوع معنا الناشط السياسي الشيخ فائز الشاووش. مرحبا بك شيخ فائز. مرحبا واهلا وسهلا بكم. شيخ فائز، بداية أود أن أطرح عليك بعض الأسئلة. 12 شهيدا ونحو 300 جريح خلال 24 ساعة في البصرة، هل تنوي القوات الحكومية شيخ فائز إنهاء التظاهرات؟ يعني بكل تأكيد عندما تشعر الحكومات المتعاقبة، وهذه آخر حكومة، وأحزابها وميليشياتها المرتبطة بها، بأن هناك وعي متصاعد ومتكامل لدى جميع الشعب العراقي بكل مكوناته وبكل فئاته وبكل صنوفه المهنية، فبالتالي أصبح هذه الثورة هي تهدد وجودهم، بعيداً عن التفكير بأنهم هم سبب هذه الأزمات المتراكمة منذ 2003 بسبب اقتصادهم وسرقاتهم وبسبب استهانتهم بالشعب العراقي وبسبب هيمنة إيران عن طريق هذه الحكومات المتعاقبة على الملف الأمني والسياسي والاقتصادي والعسكري العراقي وميليشياتها. وبالتالي هذه الانتفاضة هي سببت إحراج لهذه الحكومة لأنها عاجزة أن توفر مطالب الشعب العراقي باعتبارها مكبلة أيديها جميع الحكومات اللي بعد 2003 من قبل النظام الإيراني، وهي فاقدة للسيادة والشرعية، وبالتالي أصبحت محرجة ولا يوجد لديها الآن إلا وسيلة القمع والقتيل المتعمد للمحتجين الذين يطالبون بحقوق أقرتها جميع الأديان السماوية والقوانين الدولية. شيخ فائز، حول القمع والقتل تحدث، ثم القوات الحكومية وقوات سوات هاجمت المعتصمين في البصرة مجددا، هل ستنجح الحكومة بقمع التظاهرات بهذه الأساليب؟ يعني بعد هذا الوعي المتكامل وبعد وصول الشعب العراقي لحالة اليأس، لما يسمى باليأس، وبأن هذه الحكومات لم توفر أي حقوق مع الشعب العراقي، وبالتالي استهانت كثيرا بالشعب العراقي، لن تتمكن هذه الحكومة أو غيرها في ظل هذا المشروع السياسي بإسكات صوت الشعب أو بكفه المطالبة بحقوقه. نعم، هذه الحقوق بالمطالبة بتنفيذ الحقوق إلى ثورة عارمة لدى الشعب العراقي بإسقاط جميع المنظومة السياسية وليس استبدال الحكومة بوجه آخر. يعني شيخ فائز، أفهم من كلامك أن الشعب العراقي كسر حاجز الخوف وكل القيود. يعني بالتزامن شيخ فائز مع ذلك، هناك إجراءات أمنية مشددة في بغداد بالتزامن مع دعوات لمليونية في ساحة التحرير اليوم كما تعلمون. هل كسر العراقيون الحاجز وباتت الوعود الحكومية ودعوات التهدئة لا تجدي نفعا ولا تجد من يسمعها؟ منذ الأزل، يعني في جميع تاريخ العراق، بأنه عندما يتوحدوا وعندما يصرخوا يغير أي شيء عن طريق هذه الأيادي، لأن العراقيين عجزوا من مطالبة تنفيذ أي حقوق عن طريق هذه الطبقة السياسية، وبالتالي لم تتمكن أي حكومة أو أي قوة في الأرض قمع إرادة شعب بعد توحده وبعد رفضه للطائفية وبعد رفضه للتواجد الإيراني وبعد رفضه لأدوات إيران في العراق عن طريق هذه الحكومات المتعاقبة. فلم تتمكن هذه الحكومة من قمع صوت أبناء شعبنا السائر في جميع ساحات العراق. شيخ فائز، سؤالي الأخير لكم، الحكومة وصفت المتظاهرين والمعتصمين بقطاع الطرق والمخربين، على ماذا يدل برأيك؟ يعني عندما ينتفض شعب كامل بثورته العارمة ويسمى هذا الشعب بأنه قطاعين الطرق، هذا يؤكد لأبناء شعبنا بأن هذه الحكومة هي تستهين بكرامة وتاريخ أبناء شعبنا العراقي، وبالتالي هذه الحكومة المراد من هذه الصفة هي لمزيد من القمع بالمحتجين، كما سميت المظاهرات التي سبقتها تارة بالبعثيين وتارة بداعش، ولكن هذه المرة لم تنطلي على أبناء الشعب العراقي وعلى أجياله وعلى عشائره. هذه الحجج الواهية من قبل حكومة جربت خلال 17 عام وهي تستهين، وهي فقط
يبدو أنهم لم يتعلموا عندما كانوا في الخارج فقط كيف يعدوا الإنسان وكيف يسرقوا عماله وكيف يستهينوا بقدرات وكرامة هذا الشعب. نعم، كان معنا الناشط السياسي الشيخ فائز الشاووش، شكرا لانضمامك إلينا.